رجل لديه مزرعة ماؤها كثير ودائما تخرب ماكينتها، فقال هذه عين غطى حنفية الماء لئلا يراها أحد خوفا من العين، فهل يجوز ذلك؟ وهل هذا ينافي التوكل على الله عز وجل؟ وهل هو من تطير؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. لا نعلم بهذا شيء، ما نعلم بهذا شيء. إذا رأى أن الأصلح أن يغطي هذا الشيء أو يجعل شيء لا يراه الناس، لأن شيء جميل، شيء يعني تلزق له النفوس من بعض، لأن العين هي باختيار الإنسان. بعض الناس مصاب بالعين ولا بالله بغير اختياره، إذا رأى شيئا عجيبا انتقس نفسه إليه وهرى من شيء قد يسبب شرا على الناس. فإذا رأى أنه يتجنب هذه الأشياء، يغطي هذه الأشياء التي يرى أن الناس قد يعينونها لما في قلوب بعض الناس من الشح والحرص وقبح السيرة والعمل، فلا نعلم في هذا شيء. توقع العين لا نعلم في شيء، العين حق كما قال العين حق، ولو أن شيء سبق القضاء لسبقت في العين. وبعض الناس قد يصيب بعينه أشياء كثيرة، قد يمرض الإنسان بسبب العين، قد يموت بسبب العين، قد يموت الحيوان الآخر بسبب العين، قد يسقط البيت بسبب العين. العين حق، فيجب على المؤمن في مثل هذه الأمور أن يتوكل على الله ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويتعاطى الأعمال السليمة التي مسببة لإيقاف من العين، ونعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إذا أصبح وإذا أمسى ثلاث مرات، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، ثلاث مرات إذا أصبح وإذا أمسى، أي من أسباب سلامته وسلامة ماله وحيواناته وكل ما عنده من الشر، يستسلم بإذن الله من هذه التعوذات الشرعية.